زي ما شفنا التقرير مباراة مهمة جدا لمواصلة الانتصارات وان شاء الله النادي الاهلي يحقق الفوز وبإذن الله ان علينا كلنا سواء بره الملعب او جوه الملعب الكل مطالب بالتركيز واقتناص الثلاث نقاط وده اللي اكد عليه مستر فايلر خلال الايام اللي فاتت مع اللعيبه ولا بد من استغلال الروح اللي ظهرت في مباراة الجونه واحنا كلنا فاكرين مباراة الجونه لما كسبنا في الوقت بدل الضائع وكانت روح عاليه جدا 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 لعيب النادي الاهلي وخصوصا هم بيلعبوا 10 لاعبين واللي كانت سبب رئيسي في الفوز يمكن الفريق النهارده باذن الله هيستعيد نجمنا الكبير وليد سليمان اللي دايما بيكون ليه دور مؤثر في حسم العديد من المباريات كمان ان شاء الله قائمه الاهلي النهارده بتضم بعد غياب طويل صالح جمعه صالح جمعه من اللاعبين المهمين جدا في النادي الاهلي وان شاء الله يكون ليه دور مهم بإذن الله علشان نعرف كواليس أكتر عن المباراة هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الأمور الفنية للمباراة